أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نستكمل ما بدأناه في محاضراتنا السابقة في مادة النحو. درسنا في المحاضرات السابقة أقسام الفعل، قلنا إن الفعل ينقسم على ثلاثة أقسام: الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر. وقد استوفينا موضوع الفعل الماضي يعني بكافة حالاته، يعني نعلم أن الفعل الماضي، علمنا أن الفعل الماضي يبنى على الفتح ويبنى على السكون ويبنى على الضم. يعني استذكارا سريعا على ما مضى، يبنى الفعل الماضي على الفتح ويبنى على السكون ويبنى على الضم. يبنى على الضم في حالة واحدة وقد بدأنا بها، وذلك ماذا؟ إذا اتصلت به واو الجماعة التي هي ضمير رفع في محل رفع فاعل. ويبنى على السكون إذا اتصلت به إحدى ضمائر الرفع المتحركة، مثل تاء الفاعل، ويعني بأنواعها المفتوحة والمضمومة والمكسورة، وكذا نال متكلمين، فعلنا، فعلت، 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 فعلنا، وكذا نون النسوة، فعلنا، أيضا يبنى الفعل الماضي معها على السكون. يبنى الفعل الماضي على الفتح إذا لم يتصل به شيء، مثل فعل، قرأ، قال، هذا يبنى على الفتح لأن ماذا؟ كمجرد، يعني لم يتصل به شيء، لم يتصل به أي ضمير أي حرف. كذلك يبنى الفعل الماضي على الفتح إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، قالت، فعلت، وكذلك إذا اتصلت به ألف الاثنين، قالا، فعلا، كتبا، هذا يبنى على الفتح. هذا موجز لحالات بناء الفعل الماضي. وأما الفعل المضارع، قلنا إنه يبنى، يعني هو الفعل المضارع هو معرب، هناك حالات خاصة لبنائه لم نتطرق لها، سنأتي عليها إن شاء الله في محاضرات آتية في مواضعها المناسبة إن شاء الله. لكن الذي درسناه في الفعل المضارع، درسنا حالات جزم الفعل المضارع وحالات الرفع وحالات النصب. قلنا الفعل المضارع المرفوع، الفعل هو الفعل المجرد عن الناصب والجازم، لذلك كان الاهتمام منصبا على الفعل، على نواصب الفعل المضارع وعلى جوازم الفعل المضارع. النواصب، من نواصب الفعل المضارع أن ولن، وهما يعني أن هي أم الباب، يقولون تدخل، يعني هي الأصل في نصب الفعل المضارع. الفعل المضارع ينصب بالفتحة الظاهرة وينصب بالفتحة المقدرة. الفعل المضارع إذا كان ماذا؟ ينصب بالفتحة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر، كما قلنا قرأ، كتب، عفوا، يقرأ، يكتب، قرأ كتب ماضي، يقرأ، يكتب، يذهب، يعني هذا مرفوع. إذا أدخلنا عليه ناصبا، لن يقرأ، لن يكتب، لاحظ هذا الآن فتحة ظاهرة. إذا كان معتل الآخر بالألف فإنه ينصب بفتحة مقدرة على الألف، يعني لن يرضى. قال تعالى: ولن ترضى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ترضى هنا، الألف هنا يتعذر ماذا؟ أن ننطق بالفتحة على الألف. أما الواو والياء، يعني إذا كان معتلا، إذا كان الفعل المضارع معتلا بالواو
أو بالياء فإن الفتحة تظهر عليهما، فيعامل الفعل المنتهي بالواو أو بالياء معاملة الفعل الصحيح المنتهي بحرف صحيح، يعني لن ندعو، لن ندعو من دونه إلها. ندعو الواو هنا حرف علة، لكنها في حالة النصب في الفعل المضارع هنا الفتحة ظهرت، يمكن أن ننطق بالفتحة. لن يقضي، لن يقضي خفيفة الفتحة تظهر، فهنا رغم أنه معتل ظهرت عليه الفتحة. بعد عندنا من حالات نصب الفعل المضارع أنه ينصب بما، من يذكرنا؟ ينصب، أحسنت، بحذف النون. متى ينصب، يعني متى تكون علامة نصبه حذف النون؟ أحسنت، إذا كان من الأفعال الخمسة فإنه ينصب وعلامة نصبه حذف النون. الأفعال الخمسة يعني على صيغة يفعلون تفعلون، يفعلان تفعلان تفعلين، يعني مثلا يكتبون أو مثلا يقولون. نقول في حال نصب، حالة النصب نقول لن يقولوا، لن يقولوا، لن يفعلوا، فهذا هذه الحالة واضحة إذا كان من الأفعال الخمسة فإنه ينصب وعلامة نصبه حذف النون. هل هناك حالة أخرى لنصب الفعل المضارع؟ نعم نعم أحسنت، إذا كان معتل الآخر ذكرنا أنه ينصب بفتحة مقدرة، إذا كان معتل الآخر بالألف فإنه تقدر الفتحة عليه، إذا كان بالواو والياء فإنها تظهر. نعم ما يخص جزم الفعل المضارع، جوازم الفعل المضارع، درسنا جوازم الفعل المضارع، قلنا من الأدوات التي تجزم الفعل المضارع أدوات تجزم فعلا واحدا وأخرى تجزم فعلين، وبغض النظر عن هذه الأدوات أيا كانت تجزم فعلا أو فعلين، إن جزم الفعل فإنه يجزم إما الفعل المضارع، إما أنه يجزم بالسكون يعني علامة جزمه السكون، أو أنه يجزم وتكون علامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة أو حذف النون، يعني بحسب الآخر، بحسب آخر الفعل. وقد أوضحنا هذا الأمر. من يعطيني، يعني من يعطينا مثالا لفعل مضارع؟ كما ذكرنا في الامتحان الفصل الأول كان هناك سؤال أنه اجعل الأفعال المضارعة، كان منطوق السؤال يعني من المعطيات، معطى السؤال هو مجموعة أفعال مضارعة مرفوعة، ويطلب والمطلوب منك أنك ماذا؟ أنك تدخل هذه الأفعال في جمل مفيدة تكون فيها منصوبة باعتبار الآخر، الآخر إذا كان صحيحا تارة يعني يكون معتلا تارة يكون مختوما بالنون الواو والنون. فمثلا كان هناك سؤال في الامتحان يقول هنا صحيح أم معتل أم مختوم بالنون؟ نعم نعم صحيح، وعليه كيف يكون نصبه؟ بالفتح الظاهر. فنقول لن يقول له. أحسن، يفترض بك أن تحرك آخر الفعل، يعني أنا الذي لاحظته في الامتحان أن الطالب أحيانا يعني يجيب بصورة صحيحة، يقول الفعل يقول منصوب علامة نصبه الفتحة، لكن هو لا يثبت، يعني لم يكن يحرك الفعل، لم يحرك الفعل بفتحة، إضافة إلى أنه لم يدخل على الفعل أداة نصب، يعني هو يقول